أهلا بحضركم، محمد صلاح وساديو ماني ثنائي شهير اعتدنا عليه في ليفربول. يعني من الناحية الفنية والتكتيكية صلاح كان بيشارك أو يتشارك مع نجم سنغالي ماني الفرص الهجومية في كثير من المباريات، وكانوا سبب في فوز الفريق الإنجليزي في ماتشات وأحداث كثيرة جدا. لكن للأسف مش هنشوف الثنائي ده تاني، وده بعد ما أعلن نادي بايرن ميونخ الألمانية بشكل رسمي ضم النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول لمدة 3 سنوات. ونشر بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على تويتر فيديو للنجم السنغالي ساديو ماني وهو يحمل قميص للبافاري مكتوب عليه 2025، وهي عدد السنوات التي سيقضيها أو هيقضيها لاعب ليفربول داخل قلعة أليانز أرينا. طيب يعني الكلام ده أو إيه اللي اتقال من ساديو ماني قبل ما يمشي عن صلاح؟ طيب خلينا نقول انه نادي ليفربول الانجليزي نشر مقابله وداعيه، يعني الحقيقه كانت اخيره مع النجم السنغالي ساديو ماني بعد انتقاله لبايرن ميونخ الالماني، تحدث فيها عن جميع التفاصيل. اكد ماني انه لم يكن مترددا في اتخاذ قراره، وانه كان يعلم جيدا ما هو الخيار الافضل له من الجهه الاحترافيه. شدد النجم السنغالي على أنه لم يشأ أن يتحدث بشأن أي أخبار أو انتقالات احتراماً لجماهير ليفربول كي لا يؤثر على مسيرة ليفربول في البطولات الموسم الماضي. عن الوداع قال ماني بعد أن وافق كلا الناديين على الانتقال أرسلت رسالة نصية طويلة لأقول وداعاً للجميع، كانوا حزينين وأنا كنت حزيناً، لكن هذا الأمر جزء من الحياة علينا أن نتقبل. وتحدث ماني حول ثنائيته مع أو في خط الهجوم مع النجمين المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو. قال ماني ضاحكا بالتأكيد بوبي أو فيرمينيو ومو صلاح يا لهم من لاعبين أو يا لهم من لاعبين، قال إن اللعب إلى جانب هؤلاء اللاعبين العظماء يجعلون كل شيء أسهل بالنسبة لي. وأضاف خاصة فيرمينو كان عنصر مهم في المنظومة لأنه كان يتراجع دائما ويفسح المجال لي ولصلاح للهجوم، أعتقد أنه كان أمرا لا يصدق. خلينا نقول انه ودع النجم المصري محمد صلاح زميله النجم السنغالي ساديو ماني، وكتب محمد صلاح على حسابه على تويتر قائلا: لقد كانت مسيرة رائعة، شكرا لك على كل الأوقات الجيدة، أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، سنفتقدك كثيرا. تألق الثنائي محمد صلاح وساديو ماني على مدار 5 سنوات الماضية ونجحا في قيادة الريتس لتحقيق عدد كبير من الألقاب، أبرزها لقب أو لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. وخاض ساديو ماني 269 مباراة مع ليفربول منذ موسم 2016-2017، حيث انضم للريتس قادما من صفوف ساوثهامبتون قبل أن يبدأ رحلة جديدة مع بايرن ميونخ اعتبارا من الموسم الجديد 2022-2023. أحرز ماني بقميص ليفربول 120 هدف وصنع 38 هدف آخرين، وتوج بستة ألقاب متنوعة وهي الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين. وقال النجم السنغالي في تصريحات بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة: سعيد جدا لوجودي أخيرا مع بايرن ميونخ. أضاف أيضا: لقد أجرينا محادثات كثيرة وشعرت باهتمام كبير من هذا النادي العظيم منذ البداية، لذلك لم يكن هناك شك في الانتقال إليه منذ اللحظة الأولى. أكد أنه سيحقق الكثير مع بايرن ميونخ على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري والمستوى الدولي. إذن مشاهدينا ومتابعي شاشة تلفزيون يوم السرعة، إلى هنا تنتهي هذه التغطية، شكرا لكم، إلى اللقاء.